ومن داخل البرلمان ينضم معنا مراسلنا محمد فراس. محمد، ما هي آخر مجلس النواب يؤجل جلسته المقررة لليوم حول الخلافات بالنسبة إلى قانون الأحوال الشخصية والعفو العام؟ ماذا لديك لهذه الساعة من داخل المجلس؟ نعم، خلال هذا الأسبوع فقط ثلاث جلسات لم يتمكن المجلس، أو جلستان لم يتمكن المجلس من عقدهما بسبب قوانين خلافية ثلاثة كانت قد أثرت على عمله التشريعي في المجلس النيابي: قانون الأحوال، قانون إعارة العقارات، وأيضا قانون العفو العام. كان قد اتجه مجلس النواب إلى التصويت على فقرات هذه القانون وترك الأسباب الموجبة حتى تصوت كدفعة واحدة. دعوني أستغل الوقت وأستثمر الحديث مع السيد النائب أحمد البدري، حياك الله سيارة النائب. جلستان أو ثلاث جلسات إلى هذه الساعة مجلس النواب يتباحث حول القوانين الخلافية، لم تعقد هذه الجلسات إلى غاية هذه الساعة، هذه الجلسة تحديدا جلسة اليوم لم تعقد إلى هذه الساعة، نتحدث عن الخلافات، نتحدث عن قانون العفو العام أيضا، تفضل. سيد الكريم، اليوم مجلس النواب لم يوفق لحد هذه اللحظة للمضي باتجاه التصويت على مشاريع القوانين الثلاثة اللي هي أصبحت مشاريع جدلية ومشاريع خلافية، لا بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، ذهبت إلى مدى أنه قوانين أصبحت لمكونات، قانون الأحوال الشخصية المكون الشيعي، وقانون العفو للقوة السنية، وقانون إعادة ممتلكات وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة للقوة الكردية. كل طرف متمسك بهذه المشاريع بمشروع القانون، وبالتالي حقيقة سابقة خطيرة. ما حصل أمس هو غير صحيح وغير دقيق وفق الأطر التشريعية والدستورية داخل مجلس النواب. كان المفترض كل مشروع قانون أن يتم قراءته قراءة أولى ثم قراءة ثانية ثم المضي باتجاه بالتصويت عليه حتى يصبح قانون نافذ. وأعتقد اليوم اللجنة المعنية هي اللجنة القانونية بهذه مشاريع القوانين. نعم، الكتل السياسية لديها رأي، هيئة الرئاسة لديها رأي، المفروض أن تتفق حتى نأتي وندخل إلى مجلس النواب داخل القاعة ولدينا صورة كافية ووافية عن مشاريع القوانين وما هي النقاط الخلافية التي تم. بالأمس حصلت نقاط خلافية في قانون العفو، حالت دون أنه تستمر الجلسة، قرئ قانون الأحوال الشخصية واستوقفنا عند الأسباب الموجبة ثم التحقنا إلى القانون العفو، قرئ أيضا. هناك مواد هي اعترض عليها بعض السادة النواب ونحن نعترض عليها، قبل عملية الانتزاع الاعترافات بالقوة إعادة التحقيق وفقرة اليوم المخبر السري. نعتقد أنه هذه الفقرتين لابد أن تتم فيها ضوابط أكثر ووضوح أكثر حتى نفهم من الذي سوف يشمل بإعادة التحقيق وكيف يتم اختيار من بالإكراه تم انتزاع اعترافاته أو من خلال المخبر السري. إضافة إلى ذلك استرداد الأموال اللي تم سرقتها وإطلاق سراحها، أيضا هذه الفقرة سببت جدل داخل مجلس النواب، وبالتالي حال دون الاستمرار بعقد الجلسة. اليوم ننتظر هيئة الرئاسة والكتل السياسية، النقاط الخلافية صارت واضحة بقانون العفو وحتى في قانون العقارات حتى نمضي بالتصويت على قانون العفو وقانون استرداد العقارات وإلغاء قرار مجلس قيادة الثورة وكذلك قانون الأحوال الشخصية. سيادتنا، نتحدث أيضا عن جزئية لربما تحدث فيها مسبقا، موضوع 50 غرام من المواد المخدرة من كانت بحوزته يشمل، هذه واحدة أيضا من الشارع اليوم يعني ربما يحفز على انتشار هذا، يعني هي دالة على أنه استمرار بقضية المخدرات، يعني 50 غرام فما دون. أيضا هذه المادة موجودة، هي من المواد اللي كانت خلافية واختلفنا عليها داخل مجلس النواب. كل هذه النقاط الأربعة يتم إيضاحها، يعني نحن اليوم نشرعن للجريمة، نشرعن لقضية المخدرات، ونحن اليوم كبلد أصبحنا من مرور إلى أصبحنا متعاطين ونسب كبيرة الآن في المصحات، فكيف نسمح لمثل هكذا قضية أن تضمن ضمن قانون العفو العام؟ قراءتكم، هل سيمضي المجلس اليوم بالقوانين والتصويت عليها أم ستؤجل وسترحل؟ إذا تم معالجة الخلافات وأصبحت رؤية لدى سادة أعضاء مجلس النواب وتتولد قناعة، هو الذي يحصل الآن. نحن كنواب بدأنا نتقاطع مع رؤساء الكتل، نختلف معهم في وجهات النظر، آلية والطريقة التي يتم بها المضي بتشريع هذا القانون والتصويت عليه نعتقد هذه الآلية غير صحيحة، والمفترض يمرر كل قانون على حد. قراءتك، تتوقعك تعقد تمرر بعد الفصل؟ أنا أعتقد القوانين ما ممكن أن تمرر لأنه
موضوع خلافي وأنا أتحدث بشكل شخصي، لا حاجة لنا بقانون الأحوال الشخصية ما لم تصبح القضية مقايضة ما بين الأحوال الشخصية وقانون العفو. حياك الله سيادة، شكرا جزيلا انضمامك معي. نعم كما استمعتم إلى استمرار أو إلى حديث النائب أحمد البدري عن الاستمرار بالنقاشات واستمرار الخلاف أيضا على القوانين الجدلية وترجيحات كبيرة بأن تكون هذه القوانين إلى ما بعد الفصل التشريعي الحالي. أكثر من نائب تحدث عن هذه النقطة بأن القوانين لربما ستدفع إلى ما بعد الفصل التشريعي الحالي. هنالك دعوة أيضا لتسبيق القوانين التي ليس عليها خلافات، هنالك دعوة أيضا لأن يعود المجلس استئناف عمله. الكثير من أعضاء مجلس النواب يتحدثون عن وجود شلل تام في عمل مجلس النواب التشريعي خلال الفترة الماضية بسبب الاختلافات حول جزئيات عدد من القوانين التي يراد تشريعها. القوانين هذه التي تسمى أو أصبحت تسمى بالقوانين الخلافية تسببت بتأجيل الجلسة لأكثر من 5 مرات حتى من قبل انتخاب السيد رئيس مجلس النواب الحالي السيد محمود المشهداني. قبل انتخابه حينما كان يدار المجلس بالإنابة كانت قد وضعت هذه المواضيع وهذه القوانين في جداول الأعمال وتسببت بعدم عقد الجلسة وعدم تمريرها وعدم مضي مجلس النواب بعمل التشريعي. إلى هذه الساعة مجلس النواب لم يعقد جلسته وبانتظار التئام النصاب القانوني والتوصل إلى اتفاقات تمكن المجلس من العودة إلى عمله التشريعي الاعتيادي. نعم محمد فراس من داخل مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.